للاسف لازم السيد الفراج دائما يتكلم يعني بكل وقاحه حقيقه وانا اسف بهذه الكلمه. في مره من المرات خرج وقال لمثل الايدين بانه سيتم رفع حظر الاسلحه على ليبيا، لا ادري يعني ما هي القيمه او ما هي الفائده التي سيجنيها اليوم من يعني رفع حظر الاسلحه. نعم نجد حفتر ويعني البرلمان طول زيدنهم ان يرفع الحظر، نحن نريد رفع المعاناه عن المسلمين لا رفع حظر الاسلحه. ولذلك هذه الاجتماعات ما دام تنتشر في طور المحافظه واقتصام المناطق وهذا القائد الاعلى وهذا القائد الاعلى والتنسق بالاخطاء قاعد تبدا بحل حقيقي نعم يعني يخرج المسلمين من هذه نعم سيد محمد.